موفق ان شاء الله. موفق ان شاء الله. انا سعيد اني رجعت لبيتي النصراوي. العجله شينا، ها العجله شينا. لا 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 لا، ما يحدث في الهلال حرام. ثم ماتت رابعة ومات شحير بن حنجل وانتحرت حرقوفة بنت حرقفي بأن وضع سما بندقيا في قفاها فخرت كالبعبل ومات شحلفون بن حنجل وماتت سحلبيس بنت حلتبيس ومات الممثلون جميعا في هذا المسلسل. ثم مات المنتج والمخرج، وحينما عرض هذا المسلسل في التلفزيون مات المشاهدون جميعا.